شكرا جزيلا ليك. وخلينا نشوف معاكم كمان همة الحسيني مراسلة موقع صدى البلد الإخباري في الدقهلية. همة صباح الفل. النور يا حبيبتي، صباح الخير عليكم جميعا. صباح الخير على كل الستات المصرية في كل مكان وعلى كل المصريين. وقولي لي الأخبار عندك، كانت امبارح إيه في الدقهلية؟ مش عارفة حضرتك أقول إيه، يعني كانت أخبار يعني عرس ديمقراطي فرحة كالعادة، سيدات مصر تتصدر خاصة في الدقهلية. حضرتك عارفة إن الدقهلية من المحافظات اللي فيها كتلة تصويتية كبيرة، تجاوزت 4 مليون ناخب، فطبعا امبارح كان حاجة مفرحة بصراحة، يعني مفرحة جدا. كل اللجان او كل المراكز كان فيها نفس الكثافات اللي كانت موجودة في المراكز الرئيسة؟ لا هي اختلفت، يعني حضرتك هنا في المدينة، في مدينة المنصورة ومراكز المنصورة كان الإقبال كان شديد جدا، لكن في بقى بتبقى كرة نائية شوية، أو اللجان الانتخابية فيها لجنة واحدة أو اثنين، فالعدد قل يعني، بس مش قل كتير يعني. اللجنة فيها مثلا لو فيها حوالي 100 أو حاجة كان حوالي 40 موجودين. وقت الذروة في التصويت في محافظة الدقهلية ايه؟ مع لجان بدء فتح اللجان حتى الساعة 1 2 كده، في راحة طبعا حضرتك من 3، بدأوا من 6 يتوافدوا تاني. يعني من بعد الساعة 3 كمان بقى بتبدأ الناس بعد ما تخلص الوراق بتتوافد في تاني ساعة هناك. راحة، أيوة، من 3 لـ4 بعد كده بيبدأوا، بس بدأوا بقى على 5:30 6 كده امبارح، لحد طبعا إغلاق اللجان. قولي لي التوافد كان من الساعة 9 صباحا ولا الناس ريحت شوية الصبح؟ لا 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 حضرتك، كان عندنا هنا في المنصورة المعهد الأزهري، حضرتك شوفي المنظر، كمية سيدات لا تتخيليها، العدد كبير جدا، يمكن وصل لآخر لبعد اللجنة بكتير يعني، وأكثرهم مسنين، تجاوزوا 60 عام، وكانت فرحة كبيرة، زغاريد وأحضان، كأننا فعلا احتفالية حب وطنية كبيرة جدا في الأهلية. انقلي لي الصورة الأمنية بقى عندك هناك يا همة. طبعا في تعزيزات أمنية شديدة على كل اللجان، حضرتك اللواء محمد شكي مدير أمن الأهلية قام بتفقد عدد من اللجان، وكانت في ملحمة حب واستقبال ليه بأحد اللجان، في بنات ابتدوا لبس فرعوني، وكان شيء مفرح امبارح، وكانت ملحمه حب وطنيه كبيره قوي امبارح بين الامن والشعب امبارح. انا بشكرك يا همة الحسيني مراسله موقع صدى البلد الاخباري، الصحفيه في محافظه الدقهليه، هتابع معاكي على مدار اليوم. شكرا جزيلا ليكي زميلتنا همة، واحنا بنتكلم مع حضراتكم